الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، نقف إن شاء الله مع آيات من كتاب الله عز وجل تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلقه للسماوات والأرض وإنزاله للمطر وإنباته للزرع وخلقه للجنة والنار. خلق الله هذه الأشياء كلها ليعبد وحده لا شريك له. الكلام ده وين بنلقاه؟ في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا بعد ما خلق الخلق جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وده هو الأمر في القرآن الكريم: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا قال في الآية إنه هو خلق الأرض وبنى السماء وأنزل المطر من السماء إلى الأرض وأنبت الزرع من الأرض ليستفيد منه العباد لغاية واحدة، ألا وهي أن يعبد وحده لا شريك له وأن لا يشرك معه في عبادته غيره. وربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله لا تكون إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجتناب الطاغوت لا يكون إلا بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من المعبودات الباطلة. تكفر بأي معبود عبد باطلا وزورا من دون الله لأنه لا يستحق مع الله شيئا. ليه؟ ربنا الخلق الحياتي هو المستحق للعبادة. قال الله تبارك وتعالى متحدثا عن إرساله للملائكة بالكتب السماوية لرسله في الأرض ليعبد وحده لا شريك له، قال الله: ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره. ودي فيها لطيفة، كما قال ابن القيم: كل آية في كتاب الله تدل على علو الله على عرشه. لأن النزول من وين يا أخواننا؟ من فوق لتحت. تلقاك دول نازل من تحت لفوق، ما في صح؟ النزول من وين؟ من فوق لتحت. وده في ورد على محمد المنتصر والصاعد اللي هنا شيخ الحمامات حميدة ولا سجمر رباد البيانة، ما عارف إنه سكت الله يسكت حس دنيا وآخرة. قال: ينزل الملائكة دمنه ده ربنا سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره. الملائكة بينزل بالروح أي بالوحي أي بالكتب السماوية، الزبور، الإنجيل، التوراة، القرآن، دي كلها شنو؟ كتب سماوية أنزلها الله بواسطة الملائكة بواسطة جبريل أمين الوحي على رسله في الأرض. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا، لا يا ربنا منزل ملائكة
شايلين وحي من عندك أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نزلت الكتب مع الملائكة للرسل عشان يعبدوني أنا براي، ما معي أي زول. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه شنو؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. ودي الغاية من شنو؟ من إرسال الرسل. عرفنا الغاية من خلق الخلق وخلق الأرض وبناء السماء وإنزال الكتب وإنزال الملائكة بالكتب على الرسل وإرسال الرسل، دي كلها ليعبد الله وحده لا شريك له. وربنا يا أخواننا في هذا الأمر لا يرضى أن يشرك معه كائنا من كان. يوقف الله عيسى ابن مريم يوم القيامة ويسأله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم عبد الجماعة الآن الصوفية معهم هناك ناس أوباما ها وغيرهم، ديل نصارى ديل عبدوا عيسى ابن مريم، والصوفية عبدوا شيوخهم، ديل عبدوا نبي، والصوفية عبدوا طالحين ما عبدوا صالحين. وربنا حيسأل عيسى الرسول النفخ في روح أمه، عيسى ده ربنا نفخ في رحم أمه، ربنا حيسأله، لأنه السؤال هنا سؤال شنو؟ سؤال تقريري حتى يتبرأ عيسى منهم يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت يا عيسى ابن مريم قلت للنصارى البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس والأميش، وفي واحدين هناك بتاع لبنان الكلدان وما عارف نصارى كده تلقاهم في حتة قاعدين، وفي الحبشة البيجاية النصارى دول كلهم، أنت قلت لهم عبدوني من دون الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ إذا النصارى عبدوا منه؟ عبدوا عيسى وعبدوا منه؟ أمه صح ولا ما صح؟ الأب وأمه وشنو؟ والروح القدس بيقولوا آمين، صح ولا ما صح؟ مرات بيقولوا الأب والابن والروح القدس، الصوفية بيقولوا شنو؟ عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرة، ديل كم؟ ثلاثة، عين قدام نادي الهمام، عين صعيد نادي عوض الجيش، كم كده؟ عين تحت نادي أبمزيك، كم كده؟ عين فوق نادي أهل الزوق، ديل كم؟ أهل الزوق، ديل كم؟ ما معروفين، ما ستة ولا أي حاجة، مو قال لك ستة، ما معروفين، نادي أهل الزوق، يا رجال العرفون، ديل كم؟ يا 99 يا في القلعة راقدين، هم لو نافعين بيركضوا في القلعة؟ ما بينفعوا، لا بينفعوك لا دنيا لا آخرة. النصارى عبدوا عيسى وعبده وعبدوا أمه مريم، والله يسأل عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك أي تنزيها لك وتجلي إجلالا لك أن أعبد معك أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي أنا، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وظيفة جنو عيسى بلغ أمر الله سبحانه وتعالى له بدعوة قومه للتوحيد، أن اعبدوا الله ربي وربكم. أول حاجة أثبت العبودية لأمنه ليه رقبته لما جماري من بطن أمه قال إني شنو؟ إني عبد الله. قال أهل العلم وهذا فيه أول شيء تبرئة الله من نسبة الولد إليه، قال لهم ما أنا ابن الله، قال إني شنو؟ عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلى آخر الآيات. في النهاية مشى برا أمه برضو من فرية الزنا التي ألصقها بها اليهود. قال الله تبارك وتعالى على لسان عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي
وربكم. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، أي بعد أن توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال أهل العلم مناسبة الآية أن يقول إنك أنت شنو؟ وإن تغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم، صح؟ صح ولا ما صح؟ وهذا فيه دعاء من عيسى على قومه أن يعذبهم الله لأنهم عبدوه زورا وبهتانا، أي أنك تعفو عنهم عن عزة ومنعة وقوة وحكمة، ما بتعفو عنهم عن ضعف. هسي زول يقول لك شنو؟ الزول اللي بيعفو وهو مقتدر ماله حكيم وقوي، صح ولا ما صح؟ انت بتعفو. قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى بين انه لا يرضى ان يشرك معه غيره في هذه العبادة، كائنا من كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، هذا حق الله لا يشرك معه غيره. والشهر ده شهر شنو يا اخواننا؟ شهر 12، ويتلم فيه عيدين بدعيين، عيد المولد وعيد الكريسماس. هسه شهر 12 لما يجي الشارع الشاي اللي بيض والشاي اللي هو كيس مويه والشاي اللي هو شنو ما عارف، والاولاد والبنات مارقين ودارين يعصوا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. ولك الليله مروسين وين؟ مروسين هناك في شارع النيل يا مولانا، راح معانا وانا جاي اتبجح فيك، راح معانا يا مولانا، امشي معاك وين الله يهديك، راح معانا هناك راس السنه، ها؟ ما ماشي، امشي براك عشان لو حصلت حاجه تكون بعيد انت منا. وانا احذر اي زول عنده اخت، عندك بنت، عندك زوجه، ما يقول لك يا راجل اروح الليله نفرق شويه، ما نفرق ولا اي حاجه، الليلة لو في طريقة تضيق ذات ما في عشاء تنوم كده بس. ليه؟ مخالفة للمشركين، لأنهم يزعمون في هذا اليوم، وشوف الناس اللي بيحتفلوا ده كلهم ما عارفين أي حاجة، أن الله تجلى من سمائه إلى الأرض فزنى بمريم فحبلت بعيسى عليه السلام. أنت قال يا جماعة بيطفوا النور الساعة 12 ليه؟ بيطفوا النور شوية كده ولعوا، صح ولا ما صح؟ هذا تنفيذ لهذه العقيدة، ودي عقيدة موجودة في الكنائس، ما هنا، إذا ناس ندل ما طروا الساي زي ما قالوا جماعة خاشين جوحر الضف خاشين وراهم خوايات طلعوا قمر دايرين نطلع. إنت ما تباري في حاجة كويس، اختري لك حاجة كده بس تباري في العواليق والهوس، راس السنة وقعر السنة شم النسيم شم العفن، لا لا ما عندنا الحياة زي دي نحن، لأن الأعياد من الدين، العيد دين، عندك عيدين أنت كمسلم، عيد الفطر وعيد شنو؟ الاضحى، العيد الكبير بتاع الضحية. تاني ما عندنا كريسمس، لا عندنا مولد، لا عندنا عيد الشجرة، لا عيد العمال، لا عيد الاستقلال، لا اي حاجة، دي كلها اعياد بتاعت مشركين. وهذا الامر ندين الله تبارك وتعالى به. في ناس بيستهتروا يقول لك يا مولانا حرمت لنا اي حاجة، منو قال لك؟ هسي الليلة شنو؟ الاحد بكرة الاثنين سوق اولادك لقيت محل ظريف ما فيه اختلاط، الجماعة قاعدين اثنين اثنين زي جوز البطارية ديك، ما لقيتهم هاي اقعد مع مرتك هنا شوفها خلينا تطفي، قول لها كيفك انت ان شاء الله كويس الله يبارك فيك الله يسلم، ده حلال ده حلال، ما فيه حاجة، ما الا تسوق المرأة وتمرق راس السنة، امرك في يوم ثاني، امرك في قعر السنة، ما تمرك في راس السنة. فالناس تتقي الله سبحانه وتعالى في ذريتها وفي اهلها، لان الله قال يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم، ما خلاك براك، نارا وقودها الناس والحجارة. اتخيل نار بيولعوها بيناس، نار بيولعوها بيناس وبيحجار، حسي النار لو جلتها في حجر بتنطفي، صح؟ لا، النار ديك بيولعوها بالحجار. فالناس تتقي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أطيل لأن من ورائي متحدثين، وأقدم أخونا محي الدين.